أسعد الله مساءكم أيها الأخوة والأخوات، نرحب بكم في هذه الأمسية التي نسعد بأن الأستاذة الباحثة والكاتبة والناشطة في الحركة النسائية والوطنية الأستاذة فوزية مطر ستقدم فيها محاضرة عن موضوع مهم يتصل يعني بتاريخنا الثقافي وبتاريخنا أو بتاريخ الحركة النسائية في بلادنا. موضوع هذه المحاضرة التي كان من المفترض أن تقام في الأسبوع الماضي، ولكن بسبب المباراة النهائية لمنتخبنا الوطني تأجلت إلى هذا الأسبوع، تتناول الكتابات النسائية في صحيفة البحرين، وهي أول صحيفة تصدر في البحرين في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي، واستمرت في الصدور حتى عام 1944، وأسسها وصاحبها هو الصحفي البحريني الأستاذ عبد الله زائد، أحد رموز التنوير والنهضة الفكر النهضوي في وطننا. ويعني يمكن القول أن هذه الصحيفة هي ثاني صحيفة تصدر في منطقة الخليج العربي بعد مجلة الكويت التي أصدرها التنويري الآخر في دولة الكويت الشقيقة عبد العزيز درشيد في نهاية العشرينات، ربما في 1928، وأتت البحرين كصحيفة ثانية في هذا المجال. أنا لفت نظري الحقيقة وأنا يعني أفكر في عنوان الورقة أو محاضرة الأستاذة فوزية، أن المؤرخ البحريني الراحل مبارك الخاطر، وهو في كتابه الذي ألفه عن عبد الله الزايد وفي المحطة التي توقف فيها عند مجلة البحرين بالذات، أو يمكن القول جريدة البحرين، خالد ها؟ مجلة يعني جريدة البحرين نقول، أي نعم، توقف عند الكتابات النسائية في هذه المجلة، خصها الحقيقة هو خصها ببضعة سطور ليست كثيرة، ولكنه أشار إلى أن عددا من الفتيات البحرينيات آنذاك كنا يكتبن في هذه الجريدة، في صفحات هذه الجريدة، وهو يعني أشار إلى واحدة منهن بالذات، قال أنها الأكثر تميزا بينهن، وكانت تكتب باسم مستعار من حرفين أعتقد، نون ميم أو شيء من هذا القبيل، يعني لا نعرف، لأن ننتظر من أم خالد يعني تسليط الضوء على هذه. فواضح أن هذه المسألة أيضا يعني كانت لافتة في تاريخ الصحافة البحرينية وفي تاريخ المرأة البحرينية التي في ذلك الوقت المبكر نسبيا أفصحت عن وعي جدير بالعناية والانتباه. فنحن طبعا بانتظار المعلومات الشائقة التي ستقدمها محاضرتنا العزيزة في هذا الموضوع المهم الذي سلط كما أشرنا يعني الضوء على صفحات مضيئة في تاريخنا. فلتتفضل من خالد. مساء الخير. مساء الخير جميعا، أحييكم وأتشرف بحضوركم هذه المحاضرة، وأشكركم على ذلك، كما أتقدم بالشكر للقطاع النسائي في المنبر تقدمي على تشريفي بدعوة لطرح هذه المحاضرة، وأخص بالشكر الصديقة العزيزة إيمان شويقر، كما أتشرف بأن الدكتور حسن مدن الأديب والصحافي والسياسي البارز يقدمني ويدير هذه المحاضرة.
المرأة في جريدة البحرين أول صحيفة بحرينية، وقد أرادها صاحبها أن تكون يومية، لكن يعني رافقها كليشيه في صفحتها الأولى يقول مؤقتا، تصدر أسبوعيا مؤقتا، لكن يبدو أنها ظلت أسبوعية حتى توقفت. هي أول صحيفة تصدر في البحرين، أسسها وأدارها ورأس تحريرها أديب البحرين عبد الله الزايد، احنا نقول عبد الله الزايد. رأت الصحيفة النور في 1939، تعدى الملفت كونها أول صحيفة تصدر في البحرين، لكن تعدى توزيعها النطاق البحريني إلى دول الخليج العربية والبلدان العربية، بل ووصلت إلى الهند حيث توجد جالية خليجية ليست بقليلة حينها هناك. صدرت الصحيفة مع بدء الحرب العالمية الثانية، وربما حصل الزايد على تصريح بالإصدار من سلطات الحماية البريطانية في البحرين، كون سلطة الحماية أرادت منبرا إعلاميا مروجا للحلفاء وضد هتلر ودول المحور. فبريطانيا كانت إحدى دول الحلفاء، والبحرين أعلنت موقفا رسميا مؤيدا للحلفاء. وفعلا الصحيفة كان موقفها في صف الحلفاء، احتوت معظم أعدادها على مواد صحفية عن الحرب وضد يعني بصريح الكلام ضد دول المحور. صحيح هذا كان يعني جانب مهم في محتوى الصحيفة، وصحيح أنها توقفت مع انتهاء الحرب، لكن الصحيح أيضا أن صاحب الصحيفة ومؤسسها أراد لها فوق ذلك أن تتناول قضايا الشأن الداخلي للبحرين والهموم المجتمعية. هذه كان مسماها كما ورد في صفحاتها، ولكن دائما كان تربط بكلمات جريدة البحرين. فالزائد أراد لها أن يعني تبحث في الهموم المجتمعية، أراد لها صحيفة تعبر عن هموم وشؤون وشجون المجتمع البحريني، وطبعا من ضمنه المرأة. حتى أنه في تعريف الصحيفة ثبت أنها صحيفة سياسية أدبية علمية جامعة. نبذة بسيطة عن الأديب البحرين عبد الله الزايد. هو عبد الله بن علي بن جابر آل زايد، كان أديبا وشاعرا وتاجرا وصحافي وسياسي، يعني عاش وتوفي شابا في مقتبل عمره، ولكن كان يتمتع بكل هذه القدرات والإمكانيات والمهارات. في طفولته حفظ القرآن الكريم، بعدين التحق بدروس في اللغة العربية والفقه الإسلامي، وكان منذ صغره يحضر المجلس الأدبي لشيخ الأدباء شيخ إبراهيم بن محمد مع والده، وتتلمذ على يد الشيخ إبراهيم، لأن جمعت بينهما الجيرة، فبيت الزائد بقرب بيت الشيخ إبراهيم، وأيضا القرابة العائلية والمصاهرة. فوالدة عبد الله الزائد أخت زوجة الشيخ إبراهيم بن محمد، كان زوج خالته. كان كثير الأسفار
حينما شب وبدأ يعمل سافر كثيرا إلى الهند بحكم عمله في تجارة اللؤلؤ، وتعرف على الحضارة الهندية والتقى بالكثير من المثقفين العرب والأجانب هناك، وتعلم اللغة الإنجليزية كما زار الكثير من البلدان العربية والأوروبية. كانت عنده النية منذ يعني سنوات أنه هو يؤسس مطبوعة في البحرين. ففي 1934 أحضر للبحرين أول مطبعة آلية، وبدأ يعد العدة لإصدار الصحيفة. طبعاً ما يهمنا في هذا اللقاء هو اهتمام الصحيفة بالشأن النسائي وبجهود الصحيفة من أجل النهوض بالمرأة، يعني أكثر من أن التركيز على الكتابات النسائية. الكتابات النسائية في صحيفة البحرين كانت يعني قليلة، كانت تلك البداية، ولكن في العموم الصحيفة تناولت المرأة وقضاياها المتاحة في الثلاثينيات، يعني احنا في اواخر الثلاثينيات. في تلك الفترة بلقي بس نظرة سريعة على واقع الثقافة والنشر في البحرين في الثلاثينيات، على اساس ان الواحد وما قبلها، علشان نعرف الجو الثقافي والفكري اللي كان موجود. الى نهاية الثلاثينيات لم تشهد البحرين صحافة محلية، كان المثقفين والمفكرين يقرؤون ما يصل البحرين من صحف ومجلات ومطبوعات من مراكز الفكر والثقافة العربية في مصر ولبنان وبلدان الشام وتركيا وغيرها. كانت الأمية والجهل منتشرة في العموم، حتى أن أول تعداد سكاني أجري في البحرين وبعد صدور الصحيفة بعامين يرينا أن من مجموع السكان اللي بالغ 89,970 نسمة هناك فقط 9,500 متعلمون، يعني يقرؤون ويكتبون، أي ما يعادل فقط 10% من السكان. وكان تداول الإصدارات التي تأتي من الخارج منحصرة في أوساط النخب. هيمنة الثقافة التقليدية على عموم الناس اللي استقت سمات ومفردات من ثلاث منابع رئيسية: الثقافة الدينية، وكانت السمة الأساس لثقافة المجتمع البحريني التمسك بالتعاليم الدينية وتمثلها والالتزام بها. المنبع الثاني أو المفرد الثقافي الثاني كان القيم والمعتقدات القبلية. وبنلاحظ أن بعض هذه القيم انعكست بشكل أساسي على وضع وواقع المرأة. هيمنة رئيس أو شيخ القبيلة أو شيخ الجماعة ونفوذ كلمته، خضوع وطاعة الأصغر للأكبر، تغليب مصالح القبيلة الجماعة على مصالح أفرادها، وبالإضافة لبعض العادات مثل الأخذ بالثأر والقاتل وزواج الأقارب، وكلها انعكست على وضع المرأة. ثالث منبع هو قيم مستمدة من بقايا مجتمع الإقطاع، وهذه بشكل أساسي تجلى، يعني هذه الموروث في حياة القرى الزراعية. مثلا ثقافة الامتثال للإجبار وتسخير الذات للعمل دون مقابل، وهذا ما كانت ترضخ له المرأة القروية. بعدين الطاعة العمياء لرب الأسرة وخضوع الجميع لأوامره ونواهيه. هذه في المجمل، في العموم، مما أوجد مجتمعا ذكوريا قائما على إعلاء مكانة وسطوة الرجل وتهميش وإقصاء المرأة في كل جوانب من جوانب الحياة. نأتي إلى واقع وعي وثقافة المرأة في الحقبة المذكورة.
طبعا إذا كانت منتشرة الأمية والجهل في العموم كانت متفشية بين النساء، ثقافة المرأة في العموم لا تخرج عن إطار واجبات المنزلية، تربية الأبناء وطاعة الزوج. في بيئة العرب السنة كان ممكن تلتقي النساء في مجالس الضحى النسائية ويتداولن بعض المعلومات. في بيئة العرب الشيعة يعني أعطاها المأتم النسائي والمشاركة في مناسبات عزاء عاشوراء بعض الاتساع الأكثر، سواء في قدرة بعضهم على القراءة، تعلم القراءة، وفي بعض المعارف الدينية والتاريخية والاجتماعية. المرأة في القرية بعد تميزت بمصدر للمعلومات هو الالتقاء اللي يجري لما تروح النساء ووقع عليهم هم النساء وقع عليهن مهمة السقاية، فيلتقين عند الينابيع والبرك ويتبادلن المعارف والأخبار والشؤون والشجون. إذن دونية المرأة وأميتها جعلها الحلقة الأضعف والأكثر خضوعاً وتقبلاً لكل ما هو تقليدي وموروث، فآمنت بما يحققه السحر والشعوذة لحل المشاكل، وراجت في الأوساط النسائية سوق الدجالين والمشعوذين اللي أوهم النساء بقدراتهم على الاتيان بالمعجزات في العلاج والسعادة الزوجية والذرية والمال. المجتمع النسائي أيضا اعتقد بمفعول النذور عند مقامات أولياء الله الصالحين. أيضا اعتقدت المرأة بإمكانيات تحضير الجن اللي هو الزار في علاج ما كان يعرف بأمراض المس بالجن، أو في تسميته العلمية الأمراض النفسية. هذه هو كان الجو العام. في استثناءات بسيطة جدا من النساء نادرة أيضا حصلت على فرص التعلم والاطلاع والتثقف، وهذه جاءت في بيوت من بيوت رجالها متفتحون، سواء في مدينة المحرر خلال العقد الثاني والثالث، أو سواء في الثلاثينيات في مدينة المنامة. فنشوف في العقدين الأولين عائلات مثل عائلة الزياني، عائلة متفتحة ساعد رجالها نساءها على التعلم حتى قرأنا وكتبنا وتعلمنا، وعائلة القحطاني وعائلة الشيراوي وعائلة الزايد نفسه بناته حصلنا على فرصات التعليم. في المنامة خلال الثلاثينيات برزت عائلتا الجشي ودويغر، وبالأساس أيضا بفضل رجال العائلة. في عائلة الجشي الأستاذ المرحوم حسن الجشي ساعد أخواته ممن لم يستسنح لهم الفرصة للذهاب للمدرسة، وتعلمنا على يده ويد شقيقه، والأستاذ محمد دويغر اللي ميز البيتين أنه فيهما مكتبتان مليئتان بالكتب والمطبوعات، اللي كان يعني فتح المجال للنساء هذه البيوت أن يطلعن. نأتي إلى دور الصحيفة التنويري في توعية المرأة والنهوض بها. وطبعا دور الصحيفة كان دورا مشهودا ومناصرا للمرأة، ولكن في حدود طبيعة الثقافة ومستوى الوعي المجتمعي والمتاحات والممنوعات. يعني حتى لو احنا بنقيم دور الصحيفة التنويري لازم ما نقيمه إلا مقرونا بطبيعة الثقافة ومستوى الوعي وحال المرأة في تلك الحقبة.
من أهم مجالات التنوير التي تحركت عليها الصحيفة، طبعاً عبد الله زايد متفتح ونحطه ضمن رجالات البحرين المتفتحين في ذلك الوقت نتيجة لأسفاره وقراءاته واحتكاكاته، ولكنه أيضاً في حدود المتاح مجتمعياً. فباخذ أول شيء تعليم المرأة، نشطت الصحيفة نشاطاً كبيراً في الترويج لتعليم المرأة. كان قد مر عقد فقط على بدء تعليم البنات، وهي فترة غير كافية ليعم الوعي بأهمية وضرورة تعليم البنات في المجتمع. أول ما بدأت الصحيفة كان هناك مدرستان فقط للبنات، الهداية الخليفية في المحرق للبنات والهداية الخليفية للبنات في المنامة. وخلال سنوات صدورها صار عدد المدارس 5، زادت مدرسة الحد ومدرسة الرفاع ومدرسة المنامة الشمالية التي تغير اسمها في الأربعينيات إلى فاطمة الزهراء. عايشة أول من تأسست كانت الهداية الخليفية للبنات. الصحيفة نشطت في التوعية والترويج لتعليم البنات يعني بأكثر من وسيلة. فأولاً الملفت أنها كانت تنشر عن تعليم البنات على صدر صفحتها الأولى، وأنا أظن أن بشكل يفوق حتى المتابعات لتعليم البنين، وأعتقد أن ذلك كان بسبب أن مدارس البنات كانت أنشط وأكثر التزاماً وأكثر اجتهاداً. أيضاً الصحيفة أظهرت اهتمام كبار المسؤولين في البلد بتعليم البنات، فنشرت نصوص كلماتهم. مثلاً في 1939 نشرت خطاب المعتمد البريطاني بمناسبة عيد ميلاد الملك جورج السادس، وتضمن جزءاً عن تعليم البنات في البحرين. وكذلك في 1940 نشرت خطاب حاكم البحرين الشيخ حمد بن عيسى، وجاء فيه نبذة عن تعليم البنين وكذلك تعليم البنات. نشطت الصحيفة نشاطاً ملحوظاً في تغطية احتفالات مدارس البنات وفعالياتها. ففي سنة 1939 غطت احتفال مدرسة المحرق، وهذا الاحتفال تضمن عرض مسرحية بعنوان الوصي الخائن من تمثيل الطالبات، وأيضاً معرض الأشغال اليدوية. في 1940 غطت الاحتفالية الثانية للمدرسة، وتضمن عرضها المسرحي دعد أميرة غسان. المدارس كانت ناشطة، تصوروا في ذلك الوقت وقارنوا الحين وحزنوا. في العام 1940 أيضاً قامت الصحيفة بتغطية الحفل السنوي لمدرسة المنامة، ونشرت كلمة مديرة المدرسة في صدر الصفحة الأولى، وهذا يدل على اهتمام الصحيفة. في نفس السنة أيضاً قامت بتغطية احتفال مدرسة البنات بالحد، ونشرت كلمة مديرة المدرسة. أيضاً اهتمت بنشر رسائل القراء التنويرية لتدعو فيها لتعليم البنات. فمثلاً في 1941 نشرت مقالاً، أنا أعطي مثل ولكن هناك أكثر من مثل، مقال لي بتوقيع مستعار اسم تحت مسمى مخلص ومعظم،
من نشروا من قراء سواء رجال أو نساء كانوا بأسماء مستعارة ما عدا كاتب عفواً صاحب الصحيفة ورئيس تحريرها. فمخلص كان يدعو لتعميم تعليم البنات على أساس أنه لم يتسع ليشمل البلد كلها وعدد المدارس محدودة. علق على قارئ على كلمة أو موضوع مخلص قارئ من قطر بقوله في نهاية مقاله: الدين الإسلامي يأمركم بتعليم المرأة وتهذيبها. كذلك إلى جانب رسائل القراء نشرت الصحيفة بعض إبداعات قرائها، فمثلا نشرت مقطعا شعريا لعلي محمد لقمان 1941 يقول المقطع: لا تحسبن الدنيا مجال البنين، فإن في الدنيا نصيب البنات. كم مرأة رن اسمها في السنين وأكبرت فيها النبوغ الحياة. تعلمي فالعلم دنيا ودين، لا تصلح الأيام للجاهلات. نشطت الصحيفة في نشر مقالات بسيطة لبعض الطالبات، بعض الطالبات اللواتي التحقنا بالتعليم. فمثلا نشرت مقال بعثت به طالبة رمزت لنفسها بحرف الحاء، ويعني بذلت الصحيفة جهدا في تصحيح بعض ما ورد بالمقال، لكن سأقرأ جزءا منه. تقول: ما أسعدني وأبهى مستقبلي، أنا أكتب، أنا أقرأ، أنا أرتل القرآن وأنشد الأناشيد، أنا نظيفة، شعري مرتب وأثوابي منسقة، كم أنا فخورة عندما أعود إلى المنزل لمراجعة دروسي وتماريني، إلى آخر. اللغة بسيطة. أيضا نشرت، حرصت الصحيفة على نشر الإعلانات الرسمية لدائرة المعارف حول تعليم البنات، كانت تحرص على نشر موعد افتتاح مدارس البنات مرفقا بساعات الدوام اليوم صباحا ومساء. وأيضا حرصت على نشر إعلانات للجمهور عن الأنشطة والفعاليات التي تقام في مدارس البنات. فمثلا نشرت إعلانا عن معرض الخياطة لمدارس البنات الذي أقيم بقصر الشيخ حمد بالقضيبي. يتصوره كانت كل مدرسة تقيم معرضها لحولها، لما اتفقوا مع بعض اطلبوا قصر القضيبية. وببساطة وعلى فكرة الحاكم يحضر المعرض وتحضر كبار الشخصيات وتباع فيه المنتجات. نشر مو بس انشرت الخبر وإنما أيضا نشرت تغطيات عن المعرض. في 1942 أقامت مدرسة الهداية الخليفية للبنات كأني لخبطت في ال... عفوا هذه إعلان عن مسرحية للسيدات فقط يقام في مدرسة الهداية الخليفية للبنات. المسرحية عنوانها الوفاء وقدمتها طالبات المدرسة. أيضا الصحيفة التزمت، وهذه أقول لكم الحدود التي لم يخرج عن إطارها عبد الله الزايد، التزمت الصحيفة بالتوجه الرسمي العام حول أهداف تعليم البنات، وكانت وهي معلنة وتؤكد عليها، وأكد عليها المعتمد وأكد عليها الحاكم في خطاباتهم، وهو الهدف الأساسي إعداد الفتاة لتكون زوجة وربة بيت وأم ناجحة، أي العناية بدور المرأة داخل بيتها. فنشرت في صفحتها الأولى ما يتعلق بذلك، نبذة عن مدارس البنات في البحرين
قالت في جزء منه إن مدارس البنات لا تؤهل التلميذة إلا للشهادة الابتدائية، ولكنها تزودها بدروس أكثر نفعاً لها من العلوم الثانوية التي تكاد لا تحتاج لها فتاة هذه البلاد، دروس تعدها لتكون ربة منزل تتعلم تربية الطفل وعلم الصحة والتمريض المنزلي والطبخ والخياطة والتفصيل علما وعملا. وفي الحقيقة الوزارة قصدي إدارة التعليم كانت نوعا ما معذورة في ذلك الوقت، لأن هذا الهدف اللي كان يردد دائما كان وسيلة لإقناع الآباء بإرسال بناتهم للتعليم. ظلت تهتم بالتعليم الصحيفة حتى عامها الأخير، حيث نشرت مقالا عنوانه لماذا نرزح في مهاوي التأخر، وأوضحت أن السبب الرئيسي لتأخر المجتمع هو رافض أرباب العوائل أن إرسال بناتهم للمدارس، لأنهم يرون أنهم لن يستفيدوا من تعليم البنات، لأن البنت ستتزوج وتتركهم إلى بيت زوجها، أما تعليم الولد فسيعود عليهم بالفائدة. ليس في مجال التعليم فحسب، وإنما أيضا في مجال العمل وفي الإطار المسموح به مجتمعيا. طبعا روجت الصحيفة لتعليم البنات وأيضا عمل المرأة في مجال العمل الذي يحوز القبول المجتمعي والذي لا يتطلب الاختلاط بين الجنسين، وهو مثل ما تعرفون التمريض. ففي نهاية الثلاثينيات كان العمل جاري على إنشاء القسم النسائي في مستشفى الحكومة في النعيم، وكان ولا مبنى خاص، فكان يسمى سمي بعدين مستشفى النساء. فكان في طلب على ضرورة انخراط البحرينيات في العمل بمجال التمريض، ونشطت الصحيفة في الترويج لذلك. قالت سيفتح إعلان حطته في الجريدة، سيفتح القسم النسوي في مستشفى حكومة البحرين الجديد في بحر 2 إلى 3، وستحتاج الحكومة في المستقبل إلى ممرضات لمستشفى حكومة البحرين. وعلمنا، الجريدة تقول، وعلمنا أن الحكومة ترغب في إرسال فتيات عربيات، يعني تقصد مواطنات من البحرين، لتتعلم كممرضات في العراق وغيرها من البلدان العربية. فهل تتحصل الحكومة على فتيات من عائلات محترمة لدراسة هذا الفن وخدمة بلادهن وشعبهن؟ فعلى كل من تشعر في نفسها بالكفاءة أن تتقدم ذاكرة مؤهلاتها وسنها وعنوانها. في العدد التالي اللي وراه أكدت الصحيفة الدعوة في عمود في صفحة الأولى، قالت ممرضات عربيات من البحرين، هل فينا استعداد للاستغناء عن الأجانب؟ يعني موضوع البحرنة مطروح منذ ذلك الوقت. اختتمت العمود، صار لغط في المجتمع على هذه الدعوة، فاختتمت عمودها بقولها تفاديا للأقاويل، لن يعرف أحد شيئا عن اسم الطالبة قبل أن تصل إلى المعهد الذي تتلقى فيه دروسها. وقالت لهم قدموا طلباتكم للحكومة أو للصحيفة. وجدت دعوة الصحيفة صدى مشجع لدى القراء. فعندنا في تعليقات القراء نشرت رأي موقع باسم عمار، اسم مستعار يحث على تجاوب الناس مع دعوة الصحيفة، قائلا في جزء من المقال:
هيا أيها الآباء والفتيات، ارفعوا شأن وطنكم، وبرهنوا على أن فيه رجالا ونساء يعملون على رقيه والسير به إلى الأمام. إلى متى هذا التقهقر والخور والجمود؟ إننا نعيش في القرن العشرين أيها الناس، وليس في عصور الجهل. وقد اهتمت الصحيفة بالمستشفى النسائي حين افتتح، وغطت مندوبات الحافل اللي جرى برعاية حرم الحاكم، وأفردت له عموداً في صفحتها الأولى. نأتي إلى مجال آخر، عفواً، مجال آخر هو مجال التوعية الصحية. طبعاً التوعية الصحية هي توعية مجتمعية عامة، ولكن الصحيفة ربطتها بالمرأة، كون المرأة هي المسؤولة في كل شيء بما يتعلق بحياة زوجها وأولادها، من نظافة، من طبخ، من كل الأمور على كاهلها. فاهتمت في 1939، انتشر في البحرين مرض الملاريا، ومرض الملاريا منذ ذلك العام استمر ولعدة سنين وتوطن في البحرين، وكان لابد أن تأخذ الجريدة دورها في أعداد كثيرة لتلك المشكلة، وتطرح مكافحة المرض والوقاية وتجنب الإصابة. فربطت دورها بدور المرأة، ودعت إلى توظيف نساء اشتغلن في المستشفيات. طبعاً كان في مستشفى الإرسالية، وكان من قبل في مستشفى فيكتوريا اللي هو تابع للمعتمدية، والمستشفى الثالث مستشفى الحكومة. كان في نساء بسيطات اشتغلوا في المستشفيات، دعت إلى توظيفهن في عيادتي المنامة والمحرق النسائيتين لتوعية زائرات هالعيادتين. أيضا نشرت مقالات نسائية وردتها فيها بنود توعية حول مكافحة المرض. اشتغلت الصحيفة كذلك على التنوير المجتمعي العام بقضايا المرأة، يعني توجهت أيضا للمجتمع عموما في قضايا مثل القضايا، اختارت القضايا التي تهيمن عليها التقاليد والموروثات، مثل موضوع الزواج، المهور، تربية الأبناء، تعدد الزوجات، الطلاق، الزنا وغيرها. ليس ذلك فقط، بل أن الأقدم صاحب الجريدة ورئيس تحريرها على اعتماد عمود عنوانه باسم نسائيات. هذا العمود كتبه في سلسلة مقالات بقلمه عبد الله الزايد، وكان يهدف إلى توعية المرأة والتنويع المجتمع العام في القضايا اللي ذكرتها. تطرق في عموده لموضوعات الزواج وموضوع المرأة الجاهلة، يعني نوع من بعض النقاط التوعوية، وموضوع الدعاية المنزلية، وكان يقصد فيها تأثر الصغار بما يقوله ويفعله الكبار، يعني يحذر من ذلك. أيضا الصحيفة نشرت مقالات توعوية عامة للمجتمع من قرائها، منها موضوع مثل صرخة لا بد منها، كساد الزواج، غلاء المهور، يعني يربط بين المسألتين. وأيضا موضوع آخر هو أزمة الزواج، وموضوع ثالث هو عوائق الزواج، ومقال عنوانه لا تزوجوا بناتكم للمال وحده، زوجوهن كفاءة الأزواج ولا تغالوا في المهر.
في مجال بعد توجه الصحيفة للتوعية المجتمعية نشرت إعلانات عن عروض مسرحية كانت تقوم بها النوادي، وركزت فيها على المسرحيات التي تخصص فيها ليالي عرض للنساء، فمثلا للجمهور النسائي يحضر. فمثلا في مسرحية اسمها مسرحية الفرد الكبير، قدمت وكانت تحت رعاية الحاكم، وفيها ليالي خصصت للنساء، ومسرحية أخرى عنوانها لولا المحامي، وأيضا خصصت فيها ليالي للسيدات، وكان يقيمها نادي يبدو كان موجود اسمه نادي الثقافة الرياضي. الصحيفة أيضا اهتمت بالمسابقات الثقافية لعموم الجمهور، وأشركت النساء والرجال أو الرجال والنساء. في سنة 44 نظمت مسابقة ثقافية، هذه المسابقة نشرت بالتعاون مع هيئة الإذاعة اللاسلكية، ونشرت أسماء المشاركين والمشاركات، ومنهم معلمات وطالبات. أيضا الصحيفة كانت تحرص على احترام الكيان الإنساني للمرأة، كانت تذكر الأسامي النسائية في مجتمع كان ذكر اسم المرأة فيه أمر من العيوب، أمر معيب، فكانت تنشر إعلانات دائرة الطابو اللي هي التوثيق العقاري، فمثلا تقول فلان بوكالته عن فلان بنت فلان بنت فلان، تضع اسمها كاملا. كذلك في حملة التبرعات لأيتام فلسطين في اللي بدأت في سنة 39، الصحيفة في أعدادها الأولى لما نشرت حملة التبرعات نشرت فقط أسماء الرجال، ويبدو أن صار لغط أو حديث أنه في متبرعات نساء، فمن العدد 19 بدأت تنشر أيضا أسماء النساء المتبرعات، وكنا يعني من نساء العائلات المعروفة. كانت أيضا الجريدة في مجال التوعية المجتمعية تعيد نشر موضوعات نشرت في صحف عربية أو قيلت في إذاعات عربية، فمثلا مقال موقف المرأة العربية، موقف المرأة العربية من المدنية الحديثة، الكاتبة كانت عنبرة سلام الخالدي عربية، ومقال آخر المرأة العربية في جهادها القديم. كذلك حرصت الصحيفة في مجال التوعية المجتمعية لتدعو للنهوض بالمرأة على نشر مقاطع شعرية لبعض الشعراء المعروفين، ومنهم الشاعر حافظ إبراهيم الذي نشرت له هذا المقطع، وطبعا المحتوى يتوافق مع معايير ذلك الزمن، فيقول عنوان المقطع ليست النساء حلا، يقول ليست نساؤكم حلا وجواهرا، خوف الضياع تصان في الأحقاق، نساؤكم ليست نساؤكم أثاثا يقتنى في الدور بين مخادع وطباق، تتشكل الأزمان في أدوارها دولا وهن على الجمود بواقي، فتوسطوا في الحالتين وأنصفوا، فالشر في التقييد والإطلاق، رب البنات على الفضيلة إنها في الموقفين لهن خير وثاق، وعليكم أن تستبين بناتكم نور الهدى وعلى الحياة الباقي. نأتي الآن إلى أهم الأقلام النسائية
التي كتبت في الصحيفة وكلها بأسماء مستعارة، وكانت يعني اللي نشرت الجريدة حول المرأة والدعوة لي يعني دعمها أعطى بعض القارئات الجرأة والثقة أن ينشرون، أنشط وأهم قلم نسائي وأنا أعتبرها نجمة صحيفة البحرين، كانت شابة بحرينية من المنامة رمزت لنفسها اللي ذكرها الدكتور حسن بالآنسة نون ميم، بدأت تنشر في 1939، وفي إطار يعني المتعارف عليه في النشر مقالات تهدف لتوعية الأمهات بسبل العناية بالطفل وتربيته وتنشئته على أسس سليمة. فأول مقال نشرته كان كيف تربي الأم البحرينية البحرانية لغويا، كيف تربي الأم البحرانية أطفالها، دعت فيه الأزواج يعني لنتلمس سطوة الرجل في البيت، دعت فيه الأزواج لنصح وإرشاد زوجاتهم حول الأساليب السليمة في تربية الأبناء والاهتمام بالنظافة وتوقيت الرضاعة الطبيعية. بعد هذا المقال نشرت سلسلة من المقالات كان عنوانها كيف يجب أن تربي الأم أطفالها، وكاتبين الجريدة بقلم الآنسة الفاضلة نون ميم، واستمرت في النشر وكانت تنتظر ردة فعل مشجعة، فكتبت في العدد 27 بعد العدد 27، لقد مضت علي مدة وأنا أكتب في موضوع تربية الطفل، إني أنتظر آراءكم وأقوالكم في ذلك، وحيث لم تلمس تجاوبا شعرت على ما أظن شعرت بالإحباط وتوقفت عن نشر مقالاتها. بعد فترة نشر أحد القراء رمز لاسمه بحرف حاء رسالة إلى نون ميم، إلى الآنسة نون ميم، مقال طالبها فيه بألا تقنط أو تيأس، وبشرها بقوله أزف إليك بشرى سيرقص لها فؤادك طربا، على نمط مواضيع الإنشاء اللي شخصيا كنا نكتبها في النص الثاني من الستينيات، كانت هذه اللغة الرومانسية المفخمة الحماسية، فسيرقص لها فؤادك طربا. فقد أخذ أحد الوجهاء المحسنين على نفسه جمع كلماتك الخاصة بالتربية بعد انتهائك منها، وسيطبعها في صورة كتيب يوزع على الناس مجانا لتعم الفائدة. استجابت نون ميم وعادت تنشر أنا أخاف أكون طولت استجابت وعادت تنشر من العدد 47، وظلت فترة ثم انقطعت مرة أخرى، ففي هذه المرة تلقت تشجيع وصل من خارج البحرين، جاءها التشجيع من عمان، قارئ عماني اسمه محمد داود مسقطي امتدح كتاباتها وأنهى رسالته بالقول، هني عاد الإنشاء، عودي أيتها الآنسة إلى قلمك وشنفي آذاننا بألحانك المقدسة بس ما بقدر أقرأ لأنه بتضحك. بعد هذا التشجيع الإيجابي زين، وعطري بسحر أنغامك أرجاء هذا المحيط الغارق في سباته، فإن الشعب عامة والشباب خاصة بحاجة ماسة
إلى فتيات لامعات مثلك وينتظر كلماتك بفارغ الصبر. طبعا بعد هذا التشجيع الإيجابي عادت ميم نون ميم للنشر حول القضايا ذاتها واستمرت. بالنسبة لي شخصيا أظن أن نون ميم كانت هي السيدة المرحومة مريم الجشي، هذا ظني، شقيقة الأستاذ حسن الجشي. أولا الصحيفة ذكرت أنها كاتبة من المنامة، ثانيا في رثائها لشقيقها كتبت الدكتورة بهية الجشي صغرى أخوات الأستاذ حسن أن أختها مريم لم تنل فرصة التعليم في المدرسة، تعلمت القراءة والكتابة في البيت على يد شقيقها وأتقنتها في وقت قصير، بل غدت تكتب الشعر والمقالات. وحين صدرت جريدة البحرين صارت مريم تبعث للجريدة بمقالات عن المرأة والأسرة تنشرها باسم مستعار. أنا طبعا مع الدكتورة سبيج التقينا بالدكتورة بهية، سألتها عن هذا الموضوع بالذات، قالت لا أستطيع أن أؤكد ذلك، هناك ظن وتكهن لكن لا يتوفر توثيق لذلك. فطلبت منها أن تسأل أفراد عائلة الله يرحمها مريم، وخبرتني أنه لم يؤكد أحد منهم ذلك، يعني ما عندهم شيء موثق، لكن أنا أظن بل وأرجح أنها كانت بخلاف نون ميم. نشر مقال لقارئة موقع بحرف، وقعت بحرف عين، يمكنني اعتباره أهم المقالات النشرائية التي نشرت. كان بعنوان خطاب مفتوح إلى فتيات البحرين من واحدة منهن، ونشر في الصفحة الأولى. أهمية المقال في رأيي تكمن في المضمون المتقدم للقضايا التي طرحها المقال، فهو أول مقال يكشف الواقع المتخلف الذي كانت تحياه المرأة، حيث قالت كل شيء في المجتمع يتطور إلا المرأة التي تبقى متأخرة، وقالت للمرأة حقوق وإن عليها أن تقف مع حقوقها وترفع مطالبها، وقالت أهم مشاكل المرأة الجهل والحاجة الماسة للتثقيف، وذكرت أهم صعوبة تواجه الفتاة البحرينية هي نيل الإذن للانتظام في التعليم. قدمت مقترح متقدم على عصره حين طالبت بإلزامية تعليم الفتيات من عمر 7 حتى 12، أي قبل أن، وهذه تعبير الكاتبة، قبل أن تغشى الفتاة موجة الحجاب. وقالت الفتيات يعشن كالسجينات في البيوت وهن بحاجة لمزاولة الألعاب الرياضية في ميادين مستورة، يعني حتى بعد مقالها كان في حدود، فليس كافيا الجلوس في البيت. أنهت مقالها بالقول دعونا نتحجب على الأصول الشرعية ثم نمشي في الهواء الطلق، دعونا نكون متعلمات متمدنات. يعني أنا أعتبر أن نشر الصحيفة لهذه المقال بهذه المطالبات والمحتوى اللي فيه كان يعني دليل على شجاعة الصحيفة، ودليل على أن في فتيات عندهم وعي وشجاعة بشجاعة مين. ولكن أثار المقال زوبعة في الأوساط المحافظة، وتناقلت الألسن محتواه
وأقحمت عليه ما يؤجج الهجوم والمعارضة، فتناقل الناس الافتراءات بأن هناك فتيات يكتبن في الجريدة داعيات للسفور كالإفرنج. من تصد لهم نون ميم صاحبتنا، فنون ميم تصدت للزوبعة وأرسلت مقال حول خطاب مفتوح إلى فتيات البحرين، دافعت فيه عن الكاتبة مفندة نقاط الهجوم، وقالت أن عين لم تذكر في مقالها كلمة واحدة عن السفور. لم يطل العمر بالصحيفة، ففي يعني عمرها كان 6 سنوات فقط، تزامن توقفها مع انتهاء الحرب العالمية الثانية. في يونيو 44 صدر عددها الأخير بعنوان احتجاب جريدة البحرين، وجاء في الخبر: يؤسفنا مرير الأسف أن نعلن لقرائنا الكرام اضطرارنا إلى توقيف إصدار الجريدة، على أننا نرجو أن لا يطول هذا الاحتجاب أكثر من 4 أسابيع، فنحن في رجاء الحصول على ورق سيكون وصوله قريبا إن شاء الله. طبعا أيام الحرب كانت أزمة ورق، ولكن يعني الكثير ربط بين انتهاء الحرب وتوقف الصحيفة. للأسف كان ذلك آخر عدد ولم ترى الصحيفة النور بعد ذلك. إضافة لذلك، بعدها بعام في 1945 توفي صاحبها ورئيس تحريرها الأديب الأستاذ عبد الله الزايد، رحل شابا عن عمر 41 سنة. استخلاص سريع وعذرا على الإطالة، برأيي الشخصي أظن أن مثل ما أحدث تعليم البنات ثورة حقيقية نهضت بالمرأة البحرينية، أحدث صدور الصحيفة ثورة إعلامية تنويرية في أسهمت في توعية المرأة والمجتمع، ولفتت لقيمة دور المرأة في النهضة. 2، لو بقيت الصحيفة زمنا أطول من عمرها لتضاعف تأثيرها الإيجابي في النهوض بالمرأة البحرينية. 3، ما غطته الصحيفة فيما يتعلق بالمرأة وما كتب فيها على يد قراء وكاتبات قارئات نساء فرش الأرضية لكي تكون الصحافة التي كانت أكثر و يعني عددا وانتشارا في الخمسينيات، فرشت الأرضية لتنشط أقلام نسائية أكثر وتكتب بصراحة أكبر خلال الخمسينيات. وشكرا جزيلا على المسامحة على الإطالة. شكرا للأستاذة فوزية مطارم خالد على هذه المحاضرة القيمة وهذا التطواف يعني الشامل في محطة مهمة من تاريخ البحرين وتاريخ المرأة البحرينية. ويمكن كم نين ميم نون ميم مجهولة أو مجهولات يعني في تاريخنا، يعني لم يسلط عليهن الضوء، يعني من اللواتي يعني ساهمنا بصورة أو بأخرى في صنع يعني تاريخ المرأة وتاريخ البحرين. الأستاذة فوزية طبعا سلطت الضوء في بداية حديثها على جريدة البحرين، ثم باهتمام الجريدة بقضايا المرأة، وانتهت أخيرا إلى استعراض كتابات المرأة في الجريدة. الحقيقة أنا عندي يعني معلومة قرأتها في كتاب مبارك الخاطر عن جريدة البحرين، يشير فيها إلى أن الجريدة عادت إلى الصدور في الخمسينات على يد 3 أفراد
يبدو بينهم، أنا لست متأكدا من هذه المعلومة ولكنه أوردها، بينهم ابنه. هل لدى عبد الله زائد ابن؟ نفس الكلام في نفس الكتاب. فهو يقول انها صدرت من ربما عام 56 او شيء من هذا القبيل، صدرت منها عده اعداد وعادت الى التوقف. لا يوجد يعني، لم نعثر نحن الحقيقه، انا لم تقع بين يدي يعني نسخ من هذا الاصدار الجديد للجريده، ولكن الخاطر يذكرها. كما يذكر معلومه اخرى، هي ان طبعا كما اشارت الاستاذه فوزيه ان ازمه، اشار عبد الله الزايد الى ازمه الورق، ولكن الخاطر يورد يعني معلومه اضافيه ايضا يجب التحقق منها، هي ان العدد يعني احد الاعداد الاخيره، ليس العدد الاخير، الاعداد الاخيره للجريده تضمن مقالا يدعو الى الوحده الخليجيه أو وحدة دول الخليج، وأثار هذا المقال حفيظة الإنجليز في حينها، وكانوا على وشك إصدار إيقاف الجريدة، ولكن جرت تسوية. هو يقول الخاطر جرت تسوية بأن يعني تعطى الجريدة فرصة أسبوع أو أسبوعين شيء من هذا القبيل، وتخرج إلى القراء بأنها ستتوقف بدواعي أزمة الورق. هذا والله أعلم يعني، هذا ما ذكره. على كل حال نشكر مرة أخرى للسادة فوزية الباحثة التي يعني قدمت لنا كتبا مهمة، يعني كان بينها الكتاب الذي اشتركت مع الأستاذة الدكتورة سبيجة النجار في إعداده عن المرأة البحرينية في القرن العشرين، وقدمت أيضا كتابا مهما آخر عن سيرة المناضل ورفيق دربها أحمد الشملان، وهو لم يكن فقط سيرة لأحمد الشملان وإنما هو قراءة في التاريخ الوطني والسياسي للبحرين. الآن نفتح يعني باب المناقشة والمداخلات والأسئلة للراغبين والراغبات، فتفضلوا. إيمان شويتر، مطار على هالعرض الشيق. بداية نشكرها على تلبيتها دعواتنا وقبولها أن هي تقدم لنا هذه المحاضرة القيمة من خلال قطاع المرأة في التقدمي، ونشكر بعد الدكتور حسن اللي في الأخير رست الصدفة عليه على أنه يدير هذه المحاضرة، وكعادته يعني متألقا. صراحة استمتعنا وسعدنا بالعرض الشيق اللي قدمته الأستاذة فوزية مطار، وطريقة العرض صراحة جدا شيقة ومثيرة، وتجعل السامع منشد لها يعني طول المحاضرة من بدايتها ومنذ تقديم الدكتور حسن لها، خاصة ان احنا يعني اللي سمعناه ولو كنا شهدناه في ذاك الوقت لقلنا بالتأكيد ان احنا بنوصل الى مستوى يعني من التطور والتنوير والوعي، يعني في ذاك الفترة واحنا نسمع كلها اشياء ايجابية وكلها توحي بان المرأة بتصير بتكون في افضل احوالها وبنالها من التطور والتنوير والوعي، وبنشوف يعني مو بس محو أمية التعليم اللي هو القراءة والكتابة، إنما حتى الوعي الثقافي يعني بيتطور وبيزيد. لكن بالعكس يعني يمكن قضينا على الأمية الكتابة والقراءة، ولكن تراجعنا ونحس يعني يمكن انتقهقر، وفي يعني نقدر نقول تخلف إلى يعني بالنسبة حق المرأة وما قالت إليه يعني، ولو إن يعني الحركة النسائية والنساء الناشطات يعني يتصدون ويحاولون يعني يكونون موجودين دائما يعني ويعطيهم العافية، ولكن يعني بغيت أسأل يعني أم خالد، هل
وجدت صعوبة يعني في الحصول على هذه المعلومات؟ يعني الصحيفة يعني بأعدادها هل هي موجودة؟ يعني اطلعتي عليها؟ يعني نون ميم للأسف يعني مو متأكدين من شخصيتها. يعني في السابق كان يعني يشيرون بكذي رموز، لكن الحين يعني الوحدة تكتب لك مقال تنشر اسمها وتحط قدامه، يعني شيء زين، كان نكران ذات يعني في القديم. وهل بسبب يعني السرية أو يعني مثلاً اللي تدعو له كان مخالف للعادات والتقاليد؟ وهل اللي كان يوجد يعني هاي اللي يكتب يلاقي يعني مثلاً يلاقي مثلاً محاربة أو تصدي من قبل المجتمع أو من قبل رجال الدين آنذاك، أو كان يعني يمكن تروالي وطأة رجال الدين كانت أخف من الحين يعني، بس المجتمع كان بالتقاليد والعادات والموروث الاجتماعي، ومثل ما قلنا يعني في حدود أن المرأة أدوارها التقليدية الموجودة آنذاك. شكراً لكم. شكراً. في احد خديجه، رفيقه خديجه الصغير. اولا شكرا للاستاذه فوزي على المحاضره القيمه، وشكرا للدكتور على التقديم. انا عندي مداخله بسيطه. هي ذكرت مدرسه المنام الشماليه، انا درست فيها 3 سنوات. كانت بعدين لأنها قديمة جداً ودونا مدرسة زينب وليست فاطمة الزهراء، اسمها زينب أتذكر اللي هي قريبة من ثانوية المنامة. وبعدين من الأوائل اللي درسوا في المنامة يمكن ما ذكرتها الأستاذة اللي هي عائلة العريض، اللي هو بنات أستاذ سالم العريض اللي هي مريم وفاطمة، وبنات إبراهيم العريض بعد أيضاً اللي هي لولو العريض كانت مديرتنا في الشمالية. بس هاي حبيت الداخل. شكراً. أشكر أم خالد على هذه الندوة القيمة. السؤال اللي عندي أنا يعني مقارنة بالجرائد اللي طلعت بعد جريدة البحرين، يعني اللي طلعت في السبعينات وما، يعني أليست جريدة البحرين كانت أكثر انفتاحاً وأكثر تقدمية إذا بنقول مقارنة بالصحف اللي جت عقبها، من حيث يعني المضامين اللي صدرت في الجريدة؟ مداخلة أخرى سيدة. تفضل رفيق فاضل. أذكر أن مدرسة فاطمة الزهراء في منطقتنا مكتوب عليها تأسست 1951، هاي اللي أبغى أذكره. والمنامة الثانوية بعد أول مدرسة ثانوية في البحرين بعد مكتوب عليها سنة 1951 يم بعض. اللي تقولها خديجة زينب هاي الثانية، يعني الجهة الثانية قريبة لهم، قريبة منهم. بس أعتقد مدرسة عائشة أقدم من فاطمة الزهراء المنام. شكرا. في بعد باختصار هذا الحين يعني أم خالد يوم طبعا كان لها حق اختيار موضوع المحاضرة يعني تقدمها، طلبنا منها عنوان المحاضرة. قالت جريدة المرأة في جريدة البحرين، في جريدة جريدة البحرين أول جريدة في الخليج. بعدين تداركت وقالت يعني أن يعني في إيران صدرت، قد تكون صدرت وإيران تقع على الخليج العربي، فما نقدر نقول يعني. والدكتور حسن في معرض تقديمه بعد قال ان صدرت قبل سبقتها جريده في الكويت، فبس توضيح هذه النقطه. شكرا. طيب في اسئله اخرى، مداخلات، اسئله اخرى؟
إذا الكلام للأستاذة فوزية. الأخت إيمان، المداخلتين مع بعض. طرحتي إنه كأن يعني العرض أظهر إنه يعني الأشياء كانت كلها إيجابية، والآن العكس، نحن نتقهقر ونتخلف. ما أتصور يعني، أو ربما هناك قصور في طرحي لطبيعة وضع ووعي وثقافة المجتمع ووضع المرأة فيه. كان من المعيب ذكر اسم المرأة، يعني وصول المرأة للمدرسة هذه كان أكبر مكسب ممكن تحققه واحدة في الفريج وتتفاخر قدام البقية. لا، يعني المسائل كانت مختلفة تماما. هذه من جهة. من جهة هل كان في صعوبة في الحصول على الصحيفة؟ لا، الصحيفة متوفرة في مكانين، في مركز عبد الله الزايد اللي هو بيته، وفي مكتبة الشيخ عيسى في السرداب، تحت توجد الصحف القديمة والمجلات على شكل مجلدين كبار، يعني هالكبار، وناقص بعض الأعداد. ما أعرف أنا، يعني لاحظت أنه في المكانين ناقصين بعض الأعداد، ولما سألت يعني المسؤولة في القاعة قالت لي ما عندي فكرة. بالنسبة ذكرتي أنه راحت عن بالي نقطة ذكرتيها فيها نكران ذات. أنا كتبت نكران ذات بس ما تذكر. لا، ما كان نكران ذات، كان خوفا من المجتمع والبيئة المحيطة. ولهذا على فكرة ترى هذه الظاهرة ظلت حتى في العقود اللاحقة، يعني كذا عقد، ولكن في ذلك الزمن الرجال نفسهم يرمزون حق أسماءهم، ما يذكرون أسماءهم، فما بالك البنت. يعني البنت إذا ربما بعضهم حتى ترسل بدون معرفة أهاليها، أهلها في البيت. بالنسبة للأخت خديجة ونفس الشيء الأستاذ فاضل، يعني اللي أنا قرأته وأعرفه ويجوز أن أكون على خطأ، مدرسة المنام الأولى اللي تأسست افتتحت 1929 كانت مدرسة الهداية الخليفية، تحت مسمى مدرسة الهداية الخليفية للبنات، وظلت تحمل هذا الاسم إلى عام 1945. الشيخ سلمان أصدر أمر بتسمية المدارس البنات الموجودة بأسماء نساء من التاريخ الإسلامي، فسميت المدرسة مدرسة عائشة أم المؤمنين في 1945. في مدرسة فتحت بقرب فعلا المدرسة، ما كان في موجود المدرسة الثانوية، بقرب الباخش، حديقة الباخش، وسميت، وهذه أنا أخذتها من الانيوال ريبورت اللي هو التقارير الحكومية السنوية اللي يكتبها بالجريف، قال أنه أنشئت مدرسة، وكان القصد منها أنه
الطائفة الشيعية ترسل بنات، لأن يعني كان في امتناع شديد خاصة من شيوخ الدين اللي يكثرون في المنطقة، كانوا ممتنعين تماما. ف ما أعرف، كأنه صار نوع من التفريق بين المدرستين، تركزوا البنات السنة في ذي المدرسة، والمدرسة الثانية مدرسة المنام الشمالية، وهذه أطلق عليها بعدين مدرسة فاطمة الزهراء. أول مرة أسمع عن مدرسة زينب للأمانة. أنت توك لا درى، أنت صغيرة. مدرسة زينب أنا سمعت عنها، أعتقد مدرسة زينب في فريج الفاضل، مو في فريج. لازم الواحد يتأكد من المعلومة، بحاول أتأكد. أي سنوات عاد بحاول أتأكد من هذه المعلومة، إنه مدرسة المنام الشمالية تحولت إلى مدرسة فاطمة الزهراء، وإن شاء الله بنتواصل. بالنسبة للأستاذ فيصل، ما أتصور إنه صحيفة البحرين أو جريدة البحرين كانت أكثر انفتاحاً وتقدمية. كانت بنت زمانها، كان مجرد صدورها هو قفزة للأمام، ومجرد طرح لقضايا تخص المجتمع عموما والمرأة خصوصا قفزة أيضا أخرى وكبيرة، ولكنها ليست أكثر انفتاحا ولا تقدمية من الصحف الآن أو قبل الآن. بالنسبة للنقطة الأخيرة اللي ذكرت الأخت إيمان عن صحيفة الكويت، فعلاً أنا بالنسبة لي هاي معلومة جديدة ذكرها، لأني قرأت في أكثر من موقع أنه جريدة البحرين أول صحيفة بحرينية وخليجية. هذه معلومة، وشكراً للدكتور، والواحد بيقرأ عنها أنه في صحيفة قبلها في الكويت صدرت. والله احنا كنا نسمع يقول لك ان يعني اللي كانوا يهاجمون المرأة في البحرين، كانوا يهاجمون المرأة في البحرين، يعني حتى لدرجة من هو اللي كان يهاجم، حتى يقول لك تعال البحرين وتجول تشوف شيء ما شفته من اول، البنت لابس المناجوب والولد يمشي مسرور يعني. يعني هذه اللي انا اتذكرها بالكويت، بس في افهم شلون هالتهجم اللي صاير، يعني من هو اللي كان ياخذ هالخطوات هذه؟ يعني لو ما كانوا يقولون ما سمعنا، فمن اللي كان يعني يهاجم هالتهجم على المرأة البحرينية لدرجة انه اساميهم مثل ما تقول الخالي ما يحطونهم؟ اللي قلت أول مرة. آخر مداخلة. تفضل. شكرا للأخت العزيزة الغالية الأستاذة فوزية مطر على تقديمها الشيق، صراحة واجد خليتينا نشعر وكأنها قصة قاعدة تسوي، والله فظيعة يعني كلش. أتمنى هذه الأعداد يعني اللي حطيتينا في الموقع ما اليوم إن تنشر في بعض منها في التقدم نشراتنا، في أشياء حلوة واجد. أنا اللي بقوله يعني إن المرأة في الأربعينات ترى مي سهلة، يعني إحنا في القرى عشنا زين، وإحنا أنا مواليد الخمسينات، لكن يعني شفت خالاتي ودلين يقرؤون، وجدتي هشمع عندها قراءة قرآن، ويعني تعرف مولد النبي ودي كله قراءة كاملة، وفي نفس الوقت بعد توعية ترى يوعون بعضهم بعض. يعني جدتي لما كنا
تؤمن بالحب انه يصير بين المرأة والرجل عادي، تقول يعني وش فيها لو حبته ما سوت شخب قبل يعني الزواج، قبل الزواج جدتي ها والله ما تكذب عليك ما بالش ما ناس كانوا يعني متطورين، عائلتنا احنا متطورة كانت كلش جدتي هشمة، فيعني كانت تكتب بعض المقالات جدتي صدقين كنا نقرأ لها أشياء حلوة، فيعني لأن ما كان موجود الكتاب والورق ورجال الدين تعرفين واجد سلطويين على المرأة مسكينة، فالاسم اللي قلتين نون عين ونون ميم إلى الحين المرأة في البحرين وخاصة كل القرى ما ترضى تقول اسمها، أقول لها وش اسمش؟ قالت أنا معلي. يا بنت الحلال أقول اسمش ما ترضى، قول أنا اسمي معلي، اكتبيني معلي، شوفي شلون. فيعني مو غريبة ترى نون ميم. بعد في عندي شيء بقول ليش إن ليش انقطعت الجريدة، أنا قريتها يعني من خلال عبد الله الزايد لما قلتي لنا عن عبد الله الزايد، ان سبب انقطاعها اختموزه قالت في مقاله لها مبارك الخاطر، تقول ان اخوي كان يصدر الجريده تالي باقي سنه عليه، بس قبل وراه بسنه قتل واحد يهودي جارنا، لما شافه مبدع في كل شيء مبدع وذكي واجد اخوه كان في الشعر وفي نعم قتل عبد الله الزايد يهودي جاره وحطت اسمه، انا يعني هاي المعلومه من اليوم من الانترنت ما ادري، موزه اختها كانت تكتب لي كتابات بعد بس ما عندش لي انت كتاب موزه الزايد هذه يعني اني قريت. شكرا. للامانه لما الأخت حياة لا ممكن شيء سجله ممكن شيء سجله أنا ذكرت إنه لدى النساء في بيئة العرب الشيعة البحرنة أتيح لها مجال من خلال المأتم وما يقدمه المأتم من تعليم في القراءة ومن معلومات ثقافية في الدين والتاريخ والنواحي الاجتماعية، إلى جانب طبعا حتى احنا على فكرة لما رحنا المدرسة انتقلنا من المحرق إلى مدرسة المنامة وهي مدرسة مشتركة، لاحظنا يعني يؤسف أن الواحد يقول بسنة وشيعة ولكن هذا الواقع الموجود، من الطالبات من بيئة العرب الشيعة أكثر تمكنا منا في اللغة، هذه من جهة. من جهة ثانية يعني هو حتى شاعرات كان موجودات ولكن مغمورات، ولكن أنت يا عزيزتي حياة ولدتي في الخمسينيات وفي عقدين من الزمن أو ثلاثة بينها وبين الثلاثينيات، فهذه يفرق ولا تأثيرات ايضا يعني وفق ما بدا تعليم البنات في القريه البحرينيه في الخمسينيات ووفق ما روته العزيزه نجاة الموسوي العذاب اللي عانيتما في سبيل الذهاب للمدرسه بشكل سري ومخفي والى اخره، فالصعوبات موجودة حتى في الخمسينيات وخاصة في القرية البحرينية. في ختام هذه الأمسية نشكركم جميعا على حضوركم ونشكر قطاع المرأة في التقدم على تنظيمه لهذه المحاضرة،
وشكر الكبير للأستاذة فوزية مطر على محاضرتها القيمة، وشكرا لكم.